الحطب هو كل ما لديهم، فالنيران تجلب لهم القليل من الدفء الذي لا يجدونه داخل الخيام التي نصبت لهم. اتخذوها مساكن اضطرارا لا اختيارا، فهي لا تستطيع مقاومة شراسة البرد الذي يواجهونه. هم ناجون من زلزال يعد الأسوأ منذ 100 عام في سوريا وتركيا، ومع عدم توفر الطعام للكثيرين وصعوبة بلوغ المساعدات إلى المناطق المنكوبة بشمال غرب سوريا، تتزايد تساؤلات الناجين حول مصيرهم. ما عندي مكان روح عليه على سوريا، وين بدي اروح؟ ما في، لا عندي خيمة ولا عندي بيت ولا عندي أرض ولا عندي قرايب، ما ضل عندي حدا. أنا عندي أخ شهيد الله يتقبله، وما ما ضل عندي شيء، بيتي بمحافظة اللاذقيراح. احنا قاعدين وما عم نستنى، مصيرنا مجهول بيد رب العالمين. ومع تحول آلاف المباني إلى أنقاض في عشرات المدن بتركيا وسوريا، يقول خبراء إن إعادة إعمار هذه المناطق سيتطلب سنوات تناهز العقد من الزمن، كما تشير تقديرات الخبراء وخاصة الاقتصاديين إلى أن الخسائر الأولية لن تقل عن 30 أو 40 مليار دولار. ولأن أثر الزلزال امتدت على مساحة 300 كيلومتر في تركيا وحدها، فإن تكاليف عمليات الإعمار ستعد بمئات مليارات الدولار، كما أن عملية إعادة الإعمار لن تتوقف على إعادة بناء ما تهدم، بل بإعادة بناء الاقتصاد الذي سيشهد نشاطه انخفاض نتيجة هذه الكارثة. أما بالنسبة إلى سوريا، فإن إعادة الإعمار ووفق المتابعين للشأن السوري لن تكون سهلة في ظل الظروف السياسية في البلاد، وفي ظل اقتصاد دمرته الحرب وزادته العقوبات الدولية المفروضة سوءاً.